مياه السيول المتدفقة من شط العرب غمرت منازل منطقة الصالحية الشمالية البصرة وتسببت بتشريد نحو 200 مواطن. المواطنون انتقدوا بدورهم صمت الحكومة عما يجري لهم. فنشاهد. يا ناس من نص البصرة هاي من البارحة يعني يوم الخميس بالليل حد هسه الساعة صارت بالعشرة بالإحداعش ولا واحد إجا، وهذا بيت بعد بيت قاعد يسقط بيت بعد بيت. هذا شوف هاي الناس عوائل تنتظر بيوتها تصير يدقى أراضي ما قدروا يطلعونها من السابقات. يلا هاي نص البصرة والله بوكلن 10 دقائق بس هاي المصيبة اللي صارتهم بوكلن 10 دقائق والله العظيم 10 دقائق بس. شوفوا صارت منطقة مضروبة نووي ما وبعد سايد البيوت كلها قاعد ساقط واحد ورا الثاني. شوفوا بيت بعد بيت بيت بعد بيت. هاي قبل 5 دقائق كانت ناس لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش قد خابرت مسؤولين؟ إيش قد خابرت؟ ولا واحد. وأغلبهم نايمين لحد الآن، ما حد جاوب. ما حد جاوب. هاي اللي جت الانتخابات العالم تجي توسل بي. تخبوني ومن تخبوني هاك. شوف هاي. هاي شوف البيوت. هنا ولا ثلاث مرات هاي.